يوقع لي سونسيمون، يوقع تطرات، يوقع يبهدلوا الشعب، يبدلوا الخدامة، يبدلوا صافي دير. باغيين كل انسان شغال في الشركات هم يتعدوا بالملايين في الشركات الجزائرية يسكتوهم، لكن يسكتوهم ماشي غير على بعض، يسكتوهم حتى على الفوت. فو بيان كومبروند، شوف يسكتوهم على السرقات ما يقولوش يهضروا، يسكتوهم على اساس انه يقولوا خافوا يتوقع جوسسة مادام في عساكر تحكموا في المؤسسات الحكومية اللي هي نورمالمون يمشوها دي سيفيل، يقولوا مشوها عساكر، يعني توقع فيه جوسسة في وسط الشركات، في وسط كل المؤسسات العمومية، من مدارس، من جامعات، من كله. الوغ هنا سيوقع، يوقع تحضير كذلك للانتخاب، غير انهم يعني الجنرالات جدي بيان لي جينيرال ماجور تلك توفيق، تلك مهنا، تلك هذا شين الريحة، يسون بوكو. هذو الناس اللي يخافوا مستقبلا انه توقع اضطرابات، لكن شادروا حطوا هذا الناس كمدراء على مؤسسات. ومثلا الجزائر فيها 1,300,000 شركة، لازمك تعرفوها، 1,300,000 شركة اللي هي حكومية مي تكون سوناطراك عندها في كل ولاية، صافي دير ما عندهاش غير شركة، فرع، وهذوك الأفرع يتحكموا في ناس، إلو زون بوكو دومبلوي. صافي دير ماذا؟ كل عسكري تحطه على شركة وأنت حطيت 20,000، شوفوا مليح، أنا منقص العدد، فهموني، يحطوا غير 20,000، 20,000 بيرسون، مي دي ميليتير، كوموندون، كولونيل، كابيتان، ليتنون، تاوعهم، لي ماشيين لهم، يحطوهم، وحتى يعني يغووا الناس اللي حتى اللي ما تمشيش معاهم في العقلية، هادو لي جينيرو ماجور كي بونس، اللي نقولكم كيفاش نقريح يفكر، والنظام الخبيث ومعاه وراه فرنسا. Derrière eux, c'est la France.